كل من هو له قلب وله ضمير حي واصحاب القلوب الرحيمه انهم يتلطفوا بحالنا كشعب مظلوم مقهور حصار دمار معاناه اسعار بنروح على السوق بنروح هيك بدنا نطلع الحاجه ونتحصر عليها، لا فلوس لا شغل لا اكل لا شرب لا ملبس. اقسم بالله لا اوعى هذول الا الخمس ايام علي بقعد وبروح وهذول تبعين الفرن بيشوفوني، لا فيش حاجه يعني عدم حياتنا عدم. فصوله مش موجوده، بقوليات مش موجوده، طحين مش موجود، سكر مش موجود، كله اسعار غاليه غاليه. طبعا طلعنا بوعينا بدون مصاري. هذه المساعدات التي تصل لا تكاد بالكاد تكفي وجبه واحده يوميا للنازحين وعشرات الالاف النازحين نتيجه تكدس هؤلاء النازحين في مراكز اللواء، مركز ايواء يعني الذي كان يتسع لألف نازح اليوم نتحدث عن ثلاث اضعاف هذا العدد.